السلام عليكم، عاملين ايه؟ الفيديو بتاع النهارده فيديو بسيط جدا عن ازاي تعدل الصوره بتاعتك يعني بمستوى احترافي. من الاخر زي ما انتم شايفين كده في الصوره المصغره اللي هي على الفيديو، الصوره كانت حاجه وبقت حاجه تانية خالص، بقت احترافيه. من الاخر طبعا كلنا بنتصور صور، وساعات الصور بتبقى الاضافه مش كويسه، او مثلا ما فيهاش الاتش دي ار بتاعها مش كويس، الصوره رايحه في داهيه او مظلمه. من الاخر فانا في الفيديو ده هعرفك ازاي تحسن من الصوره بتاعتك وتظبط الصوره بتاعتك على قد ما تقدر، وتخليها يعني على الاقل شكلها مقبول ان انت تحب الصوره دي مثلا. فانا مش هطول كتير عليكم في الكلام، هنشتغل النهارده على برنامج اللي هو اسمه سناب سيد. البرنامج ده تقدر تحمله سهل جدا من على جوجل بلاي وتشتغل عليه. حرفيا حرفيا البرنامج ده يعني يعتبر يعني ملك في تعديل الصور. فخلينا نخش برضو ونشوف، هنشتغل على الصورة قدامكم ونشوف ايه هيوصل الصورة لايه. هندخل على البرنامج، طبعا احنا هناخد الصورة دي اللي هي في الصورة المصغرة، يعني هظبطها معاكم في الفيديو وهنشوف هتوصل ليه. طبعا البرنامج فيه حاجات كتير جدا تقدر تظبط الصورة منها، تقدر تظبط الفلتر ده. بص كانت عاملة ازاي وبقت عاملة ازاي. انا مثلا هختار الفلتر ده عشان ايه الصورة ما تبقاش فاقعة قوي. اختار فلتر اللي هو بتاع بوب ده، ماشي. وهخش برضو من جوه اظبط شوية اعدادات كده. انا ضغطت ايه علامة صح، الفلتر كده اتطبق. هنظبط بقى شوية اعدادات مع بعض كده. هنجيب على الاعدادات دي، كل دي اعدادات عندك تقدر تظبط منها الصورة. اول حاجة هشتغل على مشهد اللي هو ال HDR. بص الصورة اتحولت ازاي، تقدر برضو تظبط تخليها دقيقة، تخليها طبيعية، تخليها شديدة. هنشتغل على مثلا الأشخاص دي، تقدر برضو تظبط الفلتر، يعني قوة الفلتر برضو بتضغط هنا كده وبتجيبها، وعندك السطوع كده تقدر مثلا تجمد الفلتر شوية اهو زي ما انتم شايفين كده. كده على الآخر كده مظلم خالص، ماشي. فاحنا مثلا هنخلي الفلتر مثلا وليكن كده. تشبع الألوان تقدر برضو تخلي الألوان مشبعة بالشكل ده كده، انا شايف انها كده يعني معقولة شوية. بصوا الصورة اتغيرت ازاي. هنشتغل برضو هنا على تركيز العدسة. لا مش عايزين تركيز العدسة ده. كنت بشتغل على ايه تاني يا ربي؟ ايوه عطيك دي، ماشي. عطيك دي شوف الصورة يعني ادت للصورة جمالية كده. تقدر برضو تختار انت لون من الالوان دي، عندك الوان كتير جدا، ماشي. وليكن مثلا خلينا نختار رقم 2. برضو ممكن نظبط السطوع شوية، ماشي كده تبقى ضربة قوي. تمام او كده حلوة كده. برضو هنا ممكن تشتغل على توازن الالوان، ماشي. المنحنيات قصدي، ماشي. ممكن تظبط الصورة بالشكل ده كده كإضاءة، ممكن تنزلها خلاص تخليها باهتة، ماشي. ولكن خلينا ايه نظبطها كده بحيث ان هي تبقى ايه معقولة شوية. انا شايف ان هي كده حلوة جدا. ممكن برضو تشتغل على الظلال دي، ماشي. لا بلاش، احنا كده ظبطنا شوية اعدادات في الصورة. تيجي بقى نشوف الصورة قبل ما نعمل فيها اي حاجة، وبعد ما احنا اشتغلنا فيها بالشكل ده كده. عشان نشوفها هنضغط هنا كده، ماشي. هنعمل عرض التعديلات. انتوا باصين الصورة عاملة ازاي؟ بصوا كده، دي الصورة القديمة. انت واخد بالك من التغير او الفرق اللي هو في الصورة؟ دي الصورة القديمة دي بعد اول تغير عملناها، دي بعد مشهد ال اتش دي ار. بصوا ده اخر حاجة عملناها. بصوا الصورة بقت شكلها عامل ازاي.
يعني حرفيا فرق السماء والارض. خلينا برضو ايه نجيب تاني، ادي القديمه وادي اللي احنا لسه مظبطينها ومظبطين الاعداد بتاعتها، ادي القديمه تاني وادي اللي احنا ايه كنا شغالين عليها. فحرفيا حرفيا يعني البرنامج ده فعلا ابهرني ابهرني. يعني في صور كتير انا اشتغلت عليها على البرنامج ده، الصور دي يعني بالنسبه لي يعني كانت ميتة، ما فيهاش أي تفاصيل للصورة، ما فيش فيها أي حاجة. حول الصورة دي يعني صور كتير أنا ظبطتها على البرنامج ده، حرفيا أنا واحد من الناس معتمد عليه جدا، بشتغل عليه وبعمل صوري كلها عليه. تخلص الصورة عادي وبتيجي عامل هنا فتح، قصدي بتعمل هنا كنا بنقول اه تصدير، من هنا كلمة تصدير، هنا بتعمل تصدير، وبعد كده بتعمل لها حفظ. الصورة بتتحفظ عادي جدا ما فيهاش اي مشاكل، زي ما انتم شايفين كده ما فيش اي مشاكل في الحفظ. عايز برضو قبل ما اقفل الفيديو اوريكم الصورة قبل وبعد، عشان برضو تبقوا انتوا يعني مستوعبين كمية التغير اللي حصل في الصورة. ادي الصورة قبل ما نلعب فيها، وادي الصورة بعد ما لعبنا فيها وظبطنا الايديت بتاعها، يعني حاجة الله اكبر يعني خرافية. بس ده الفيديو بتاع النهاردة، اتمنى يكون الفيديو عجبكو. بس ما تنساش بقى تشترك معايا في القناة وتفعل الجرس، وخلينا برضو نوريكم البرنامج من جوه من ال من جوجل بلاي. ادي سناب سناب سيد، ادي البرنامج يا رجاله او يا جماعه اللي عايز احدثه او عايز ينزله، قصدي ينزله. البرنامج واخد تقييم 4.5، يعني حاجه ما شاء الله. تمام، وفي بتاع يعني كام حد محمله، استنى نشوف كام حد محمله. في اكتر من 100 مليون واحد محمل البرنامج ده، يعني انت متخيل رقم كبير جدا. بس ده الفيديو بتاع النهاردة، انا حبيت بس اقول لكم تجربتي مع تعديل الصور وازاي انا بخلي الصور بتاعتي احترافية. واتمنى يكون عجبك الفيديو، ما تنساش بقى تشترك معايا في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد. وان شاء الله في فيديوهات كتير جاية، وهبدأ اشتغل عن فيديوهات ازاي تربح من الانترنت وكده ومن اليوتيوب، وازاي تعمل قناة، وازاي يعني تقدم فيها محتوى يعني حلو يشد الناس وكده، وازاي هتجيب المحتوى اصلا وتقدر توصل لمستوى معين في القناة دي، او مثلا تحقق 1000 مشترك وال4000 ساعة عشان تقدر تحقق الدخل وتكسب من ورا القناة دي. بس ده الفيديو بتاع النهاردة، وده اللي انا كنت محتاج اقوله. اتمنى يكون الفيديو عجبك، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام.